ميت قاعد هكذا سماونا الموت قاعدين. منين تجيب درهم في النهار تاع اليوم؟ الناس كاع النهار كامل وما قاعدين تحت الشجره. شي وليد عمي راهي غاليه بزاف. البطاطا في النهار تاع اليوم لو تهبط هنا شويه المرشي تلقاها ب 10000 12000 ماشي في الحانوت، الحانوت هيبان لك 14000. الشهريه في النهار تاع اليوم مليون ونص، يرحم من بابك واش راه يدير لك مليون ونص. انا في سمانه مليون ونص كنصرفوا في سمانه. شكاره سميد 150000. بدون زيت باش تجيبو في لوريال مثلا 180000. فهمت كيفاه؟ علي تعيش ما تقدرش تعيش في النهار تاع اليوم يا خويا، ما نكذبش عليك. راهي صعيبة المعيشة بزاف بزاف. شحال مواطن لازم يكون عنده شغل؟ لازم على الأقل على الأقل يعني باش تعيش متوسط كيما نقولوا هنا 4 ملايين. لا لا 4 ملايين تقدر تريزيستيها، 4 ملايين تصرف نقولوا 100000 في النهار. باسكو اليوم في النهار تاع اليوم أخويا السردين هاوليه شحال هو يدير اللاتشا كيما يسميوها جواجلة اللاتشا ب 90000 الكيلو. الساوري لا غير الشوك 45000. البواسون الآخر ما تهضرش عليه حتى الحوت. تدير الحوتو ب 150 و 160. الدجاج في 40 ولا 45000. لا لا فيوند مثلا لا فيوند ما تقدرش تشريها في النهار تاع اليوم. ما كانش انا واحد من الناس ما كنشريش. شوف ما شريت لا جوال على بالك واش نشري في رمضان هذا كامل. انا ما نكذبش عليك راني صايم مثال نشري لاكاس. هاي طريزميل هاي هاك تشوف فيها طريزميل تسوى هذا ما كان. بالدران ندي لاكاس باش ندير البويون هذاك وخلاص. هذا ما كان ما نديو. شوف لا حلوى الحلوى لا باتيسري مثلا لو كنت هبط هنا تلقاها 4000 5000 فرانك الحبه 7000 8000 الحبه. الحبه تاع الميلفاي قدنا هاك كوفريطه تعرف كوفريطه ب 3000 فرانك سيترو بزاف. ما تقدرش تعيش الشعب الجزائري راهو خلاص عليه. انا نعطيها لك انا رسميه ما كانش يعني انا في عمري 61 سنه على كل حال وعندي ولاد وعندي يتامى معايا ولا غير خمسه ولا سته يتامى تاع خويا الله يرحمه مات. فهمت كيفاش؟ في النهار تاع اليوم ماشي ساهله والله ما ساهله يا حبيبي. وعرف بزاف بزاف والدراهم ما يكفيوش ما يكفيوش. لازمك 4 ملايين 5 ملايين كما قال لك الراجل. ممكن تعيش متوسط تعيش متوسط. تروح تشري الحليب باكي تاع الحدا 55000 فراك. باكي الحدا 55000 عمرها صرات هذه. تروح تشري هذاك تاع الماء هذاك يحتم لك معاه الجي. الجي 8000 الجي تاع الصافيه الجي 8000 يحتم لك الجي. وبالمعرفه اونكور. ويسمى الدراهم المشكله اخويا المشكله الدراهم ما كانش. منين تجيب الدراهم في النهار تاع اليوم؟ الناس كاع النهار كامل وما قاعدين تحت الشجره. قاعد تحت الشجره ولا كيفتحوا القهوه يضربوا في الفطار يروحوا لها ولاه. هادو هندلان يديو 15 ولا 16% ما على باليش انا. وكاين كاين اللي عطاتهم الدوله مثلا. متقاعد ميت قاعد. كيف الحاج؟ متقاعد. ميت قاعد هكذا سماونا المتقاعدين. الحاج المعيشه تاع بكري حلوه خير على تاع دوخه ولا دوخه خير؟ ايوا ما دوكش خير. اوا تاع بكري خير. يبان نقول لك قبيله قلت لك 50 كيلو دي سميد ب 14000 ب 7000 استغفر الله. دوخي 150 وما كانش 170 170 ولا 170 شهر. اخويا بارك الله فيكم وربي يحفظكم ان شاء الله.